لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، بداية مرحبا بك. أنباء تتحدث عن سيطرة الجيش الحر على الطريق الواصلة بين ناحيتي راجو وجندرس في عفرين، في حين أن المرصد السوري يكذب هذه التقدمات. يعني ما المعلومات المؤكدة لديكم حول سير العمليات في عفرين دكتور أسامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات بلا شك تمضي ببطء، يعني بسرعات، فسنجد أن التقدم كان مستمرا وفي نفس أحضاق الآن، وهذا لا تقع سائر كثيرة. وما يعلنه الجيش الحر يعني هو له مصداقية كبيرة جدا، لأننا يعني نستعين بعشرات الغرف الإخبارية فنصل إلى الخبر اليقين، فما يعلنه الجيش الحر دقيق للغاية. هناك في بعض الأحيان انسحابات يعني تكتيكية لساعات ثم عودة إلى نفس المحاور التي يعلن أنه يعني سيطر عليها. ونحن اليوم نقاتل عدو مشترك، هذا العدو المشترك بيننا وبين الأتراك، ويجب علينا أن نؤكد دائما بأننا إنما نقاتل عدونا بالدرجة الرئيسية، ولا نكون أبدا مشاركين من أجل دولة أخرى حتى لو كانت تركيا. إنما نحن نقاتل مع تركيا عدو مشترك، وعدو يعني أفصح عن نفسه البارحة عندما دعا النظام ويقول الدولة، يعني نظام بشار الأسد دعاه أن يدافع عن الحدود، وإذا هي دعوة عسكرية ودعوة ليعود النظام إلى تلك المناطق، فإذا أسفر عن وجهه إذا نحن نقاتل النظام. عندما نقاتل ميليشيات البي دي والبيكاكا، وحتى عندما قاتلنا داعش كنا نقاتل النظام، لذلك لم تنحرف بندقيتنا عن حرب هذا النظام، لأن هذا النظام متواطئ مع كل تلك الفئات التي عادتها وقاتلتها وقاتلت. نعم دكتور أسامة، الرئيس أردوغان صرح أن تركيا ستطهر منبج من الإرهابيين وستواصل عملياتها إلى الحدود العراقية، إلى أي مدى تتوقع أن يحدث ربما يعني صدام مع الأمريكيين؟ الحقيقة الصدام السياسي حاصل مع الأمريكان، وتركيا يعني على مدى أكثر من سنة ضغطت بكل ثقلها، وحتى عمليات درع الفرات دخلت غير رضا أمريكي. أمريكا تريد أن تكون هناك أدوات لها في المنطقة تنفذ ما تريد، حتى لو كان على حساب يعني ألغام تنفجر في المنطقة، ألغام قومية وألغام سياسية وصراعات لا 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 لا, لا نهاية لها. لذلك الصدام السياسي مع أمريكا حصل، وكان في أوجه عند حصول الانقلاب الذي أدارته أمريكا ضد الحكومة التركية كما تعلمون. لذلك أما الصدام العسكري فبلا شك أنه الأتراك يتجنبون هذا الصدام، ولكن هناك حقيقة يجب على المشاهد أن يعلمها، أن تلك الميليشيات البي دي والبيكاكا مدربة قبل الأمريكان، تملك أسلحة أمريكية، وهناك مستشارين أمريكان موجودين في عفرين وما حول عفرين، وهناك خبراء إن كان عن بعد أو عن قرب أمريكان يديرون المعارك الخاصة بالبي دي، وأنا يعني متأكد من هذا الكلام. لذلك المواجهة ربما بطريقة أو بأخرى موجودة مع الأمريكان، ولكن الامتداد الجغرافي، الحدود الطويلة التي تجاوز 700 كيلومتر، بالتالي إلى أي مدى دكتور أسامة يعني ترى أن الثقة التركية نابعة من الدعم الروسي الذي يهدف إلى إفساد المخطط الأمريكي بالتواجد في شرق الفرات؟ يا سيدي، قضية أنه هناك صراع روسي أمريكي أو هناك تفويت لفرص أو يعني حتى منافسة بالمعنى الحقيقي، يعني هذا الكلام غير دقيق. هناك رضا أمريكي عما تفعله روسيا، هناك سماح أمريكي لما تفعله روسيا، هناك اتفاقات، هناك تنسيق عسكري مستمر. لا يمكن للطائرات الأمريكية والطائرات الروسية أن تكون في سماء واحدة وبخطوط يعني متقاربة جدا بدون تنسيق عسكري، وهو تنسيق معلن يكاد يكون يومي. التنسيق العسكري موجود، التفاهمات موجودة، طبعا الرضا الكامل بين الطرفين لا يمكن أن يكون مطلق، ولكن أمريكا في النهاية هي التي تدير كل شيء،
يعني ضد الثورة السورية وضد يعني سوريا بالإجماع. هناك دكتور أيضا اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، برأيك إلى أي مدى يدعم ذلك مسار المفاوضات؟ هذه مهزلة يعني، قضية وقف إطلاق النار والهدن وقفض التصعيد. يعني لاحظ البارحة محمد علوش يعلن أن هناك 1400 وكسور هكذا خرق منذ اتفاقيات الغوطة لخفض التصعيد والهدن، 1400 وأكثر من 1400 خرق من قبل النظام ومن قبل الروس. هذه مهزلة، كل الأستانات أفضت إلى فوائد للنظام، تجميد جبهات، إيقاف جبهات، وعدم التزام من النظام الذي يعني دخل أماكن كثيرة جدا كانت محررة، وخسرنا بفعل تلك الهدن يعني أكثر من 50 إلى 60% من الأراضي التي نسيطر عليها. طيب دكتور، يعني توقعاتك لما ستخرج به فيينا، لا سيما وأن هناك أيضا ضغوطا كبيرة على المعارضة لحضور سوتشي. يعني اسمح لي أن أقول لك، سوتشي باختصار هي للإبقاء على مشار الأسد، والآن الأمور تسفر وتتضح، وأنا منذ سنتين ذكرت ذلك بالتفصيل، أن هناك وهم ألعوبة خداع أنه الانتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات مبكرة يشارك بها بشار الأسد، ونحن نعلم أن الأمر مدروس، لأن الشعب لم يتخلص من أجهزة القمع، أجهزة القمع ما زالت، ومجرد وجود هذه الأجهزة سيجعل الشعب ينتخب بشار الأسد فعلا من الخوف. لذلك هذا أمر خطير للغاية، وكل من سيحضر سوتشي يعني سيعلن عدو، وسيعلن أنه في صف بشار الأسد. لذلك كل الذين يتردد ويدرسون حضور سوتشي يعلمون زخم ثوري كبير وهائل سيدينهم ويعلنهم خونة إذا حضروا في سوتشي. شكرا لك دكتور أسامة الملوحي، رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.